أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام إلى هذه التغطية المستمرة وتواصلة مع حضراتكم عبر شاشة إكسترا نيوز، ونخصصها لمتابعة التطورات في قطاع غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. كشف مصدر رفيع المستوى عن اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ. وأشار المصدر إلى أن مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه. كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، لافتة إلى وجود جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا، حيث دعت الدول الثلاث بصفتها وسطاء في المناقشة الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كل من حماس وإسرائيل، لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن. كما أكد البيان أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة وكذلك المعاناة الطويلة للمحتجزين وذويهم. كما أكد البيان أن هذا الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة. ثمن وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية الإماراتية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلاده الثابت للمساعي الرامية للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أهمية البناء على المقترحات التي قدمها الرئيس بايدن من أجل إيقاف أفق أو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين. أكد مجلس أمناء الحوار الوطني دعم ومساندة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية التي تميزت بالصلابة والجدية، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضا التهجير وتصفية القضية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني والذي استمر قرابة 10 ساعات لمناقشة العديد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية ذات الأولوية لدى المواطن المصري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد. وشدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
هاتفيا ننضم الينا الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف. بعد التحيه استاذ جمال، يعني الصعوبات الموجوده امام الوسطاء بخصوص هذا المقترح الجديد الذي اعلن عنه الرئيس الامريكي جو بايدن، وهو مقترح اسرائيلي ما بين قوسين. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. نعم، نحن أمام مقترح جديد وأمام أيضا توافق ثلاثي مهم للغاية بناء على البيان المشترك الذي صدر مساء أمس من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر. وهذا التوافق الثلاثي له دلالة مهمة إن هناك إرادة سياسية من الوسطاء الثلاثة للضغط أكثر على الجانب الإسرائيلي وحتى على الفصائل في حماس للانصياع إلى هذه الهدنة والاستجابة إلى هذه الهدنة، خاصة أن الأوضاع الآن سواء على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الميداني بتتأزم كثيرا، وأيضا حتى على صعيد اتساع رقعة الصراع الجميع الآن يواجه خسائر من فكرة اتساع دائرة الصراع التي تهدد السلام الإقليمي. وبالتالي توافر الإرادة السياسية، الحراك الدبلوماسي والسياسي المهم، التوافق ما بين الوسطاء الثلاثة وهذا البيان المشترك كان مهما للغاية، أيضا حتى دعم لبعض الأطراف الأخرى لهذا البيان ولهذه التحركات كما رأينا من بعض الدول العربية الشقيقة. وبالتالي نحن نتحدث عن أحيا مسار التفاوض بعد أيام عجاف، يعني كنا نتحدث خلال الأيام الماضية عن وبمناسبة الحديث عن هذه الأيام أستاذ جمال، أوجه التشابه والاختلاف ما بين هذا المقترح والمقترح المصري السابق عرضه واللي لم يسفر عن شيء للأسف لتعنت أطراف كثيرة. يعني لا، نحن لا نتحدث عن تباينات كبيرة واختلافات كبيرة في المقترحات في الحقيقة، يمكن المقترحات كلها تتشابه لأن البنود يعني تنحصر ما بين تبادل المحتجزين والأسرى، أيضا فيما يتعلق بالتموضع الخاص بجيش الاحتلال داخل قطاع غزة وانسحابه من قطاع غزة، أليات وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات وغيرها من بنود الجميع يدركها، فقط أليات التنفيذ أو خطوات التنفيذ هي التي تتغير. وهذا الـ يعني الاتفاق او هذا المقترح في الحقيقه يلبي تطلعات كافه الاطراف فيما يتعلق بالوصول لوقف اطلاق النار، بما يمهد ايضا لاحياء مسار التفاوض من اجل حل الدولتين، لان الهدف الحقيقي ليس فقط فكره وقف اطلاق النار، ونحن نعمل لوقف هذه الحرب حتى نحيي مسار التفاوض، وايضا نستطيع ان نستغل الزخم الدبلوماسي الحادث الان فيما يتعلق بدعم القضيه الفلسطينيه. علينا ان نستغل هذه الأجواء أيضا إيجابية في المجتمع الدولي، خاصة أن هناك دعم أوروبي الآن ويعني دعم من المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تعمل ومحكمة العدل الدولية تعمل. إذن الهدف الحقيقي هو الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبالتالي هذا المقترح بنوده جيدة. ولكن إذا مررنا من المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يعني يشهد نجاح في المرحلة الثانية والثالثة، لأن المرحلة الأولى هي الأصعب، المرحلة الأولى التي تتحدث عن الهدنة في خلال 6 أسابيع وتبادل المحتجزين والأسرى وأيضا وهنا أستاذ جمال حسأل حضرتك عن قابلية المقترح للإضافة أو التعديل في بعض الأمور، خاصة أن هو حضرتك ذكرت أنه يتشابه كثيرا مع المقترح المصري السابق. بالتأكيد، يعني يكاد يكون هو نفسه المقترح المصري السابق بالتأكيد، حتى هناك يعني هناك خلاف حتى في الحقيقة على فكرة أن هذا المقترح إسرائيلي، يعني حتى في خطاب بايدن تحدث أن هذا المقترح إسرائيلي، ثم خرج بيني جانس بالأمس وتحدث أن هذا المقترح أمريكي، وبالتالي يعني أيا كان مصدر هذا المقترح من المهم أن وهنا بمناسبة الحديث عن بيني جانس، تضارب التصريحات من جانب دولة الاحتلال سواء من جبهة بيني جانس ويعود ساعر وأفيجدور ليبرمان والجبهة التي هددت يوم 8 يونيو بالانفصال عن مجلس الحرب، والطرف الآخر مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال وتصريحات هذا المكتب، وأيضا تصريحات بعض المتطرفين في حكومة الاحتلال مثل يسائيل سموتريتش وبن غفير بعدم رضاهم عن هذا المقترح الأمريكي ما بين هلالين إسرائيلي. يمكن بن غفير وسموتريتش بالتأكيد بيقودوا جبهة وبيحركوا نتنياهو تحرك كامل، يمكن نتنياهو تأثر بشكل كامل بحديث
مودريتش وبن جفير، وهذا امر سيء للغايه. ولكن هناك الان انقسام كبير في مجلس الحرب الاسرائيلي، من الممكن ان نقول 3-2، يعني إيزنكوت وايضا بيني جانتس وحتى جالنت وزير الدفاع ايضا، يعني اعتقد هو منضم للجبهه الموافقه على هذا الاتفاق، وبالتالي نحن نتحدث عن 3-2. ايضا الحكومه الاسرائيليه ايضا منقسمه، يعني مجلس الحرب منقسم والحكومه الاسرائيليه ايضا منقسمه، وايضا الشارع الاسرائيلي به ضغوط يعني ايضا متنوعه، سواء على صعيد من قبل اسر الاسرى او المحتجزين الموجودين في داخل غزه، ليس فقط على صعيد اهالي المحتجزين، ولكن حتى نشرح هذا الموقف في الشارع الاسرائيلي اكثر، يجب ان ننظر الى هذه التظاهرات، لانها هذه التظاهرات في الحقيقه ايضا تمثل ضغط حقيقي. لماذا؟ لاننا نتحدث عن اكثر من جبهه في الشارع الاسرائيلي. الجبهه الاولى لها علاقه طبعا باهالي المحتجزين، هذه جبهه قويه، ولكن ايضا هناك جبهه اخرى من ساكني مستوطنات الشمال يريدون العوده الى منازلهم، وبالتالي ايضا هم يقومون بالمظاهرات، وهناك خاصه أيضاً منطقه الجليل الاعلى او الجليل الاعلى بالضبط. وايضا هناك جبهه ثالثه لها علاقه بساكني غلاف غزه، وبالتالي ايضا يريدون العوده الى منازلهم واسكات هذه الحرب، وبالتالي ايضا هم يمثلون ضغطا على الحكومه الاسرائيليه. هناك ايضا مشاكل لها بقى علاقه ب يعني مجموعه الحردريم او المتشددين دينيا وعدم دخولهم للجيش وغيرها من الامور، وايضا هؤلاء يشكلون ضغطا على حكومه نتنياهو من خلال المظاهرات الخاصه بهم. وبالتالي كل هذه المطالب الفئويه داخل الشارع الاسرائيلي دفعت الشارع الان وربما اقتراب انتخابات الامريكيه تكون عامل ضغط او عامل مؤثر لقبول هذا الاقتراح او يكون مرضيا لجميع الاطراف. بالتاكيد يعني ده السبب الرئيسي في يعني الان توافر الاراده السياسيه الامريكيه لتنفيذ هذا المقترح، لان الاداره الامريكيه الان ترى ان تنفيذ هذا المقترح ينقذ مصير الحزب الديمقراطي تحديدا في الانتخابات القادمه، وبالتالي تنفيذ هذا المقترح بشكل سريع هو الضمانه الحقيقيه لنجاح الحزب الديمقراطي في اخماد هذه الحرب وتاثيراتها على الداخل الامريكي، سواء على صعيد المعركه الانتخابيه او على صعيد حتى التموضع الامريكي في منطقه الشرق الاوسط وعلى خريطه الصراع الدولي. وبالتالي انا اعتقد ان علينا بقى ان نستغل، وهنا الحديث للاشقاء في فلسطين، عليهم ان يستغلوا هذه الرغبه الامريكيه الان في وقف اطلاق النار لانجاز هذه الهدنه، ويعني استغلال هذه الفرصه في حصد المزيد من المكاسب على الصعيد السياسي والدبلوماسي لتحريك القضيه الفلسطينيه اكثر. وبالتالي اعتقد ان الظروف والمناخ بالتاكيد بها الكثير من المؤشرات الايجابيه، كما حضرتك تفضلت وذكرت فكره الاراده الامريكيه الان طبعا للمصلحه الامريكيه، ولكن علينا ان نستغلها، الانقسام في الحكومه الاسرائيليه وفي مجلس الحرب، الانقسام في الشارع الاسرائيلي، الضغوط حتى من قبل المجتمع الاوروبي الان والجبهه الاوروبيه التي تشكل، والاتجاه لخفض التصعيد والتوتر في منطقه الشرق الاوسط، لان هناك تصعيد اضخم في الجبهه الروسيه الاوكرانيه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف، وبشكر حضراتكم جزيل الشكر مشاهدي الكرام على ان تابعتمونا في خلال هذه التغطية عبر شاشة إكسترا نيوز. لكم تحياتي محمد المهدي وتحيات فريق عمل هذه التغطية. إلى اللقاء.